هذا السائل يقول: بنت عمي رضعت من أمي، هل يجوز لي أن أزوج ابني إحدى بناتها؟ نعم. يقول: بنت عمي رضعت من أمي، هل يجوز لي أن أزوج ابني إحدى بناتها؟ إذا رضعت من أمك صارت أخت لك، صارت عمة لأبنائك، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بها لأنها عمتهم من الرضاع. نعم.